شفنا على شبكة التواصل الاجتماعي وخاصة في الصفحة متاع الاتحاد الأوروبي بتونس فيديو مهمة، فيديو مطولة تحكي لنا على العمل اللي قام به الاتحاد الأوروبي، خاصة العمل هذية اللي تخدم مع كل الناس اللي تقدمت ببرامج من الدول اللي هي تابعة الاتحاد الأوروبي. وشفنا مبادرة رائدة لتجميع كل الجهود اللي كما قلت لكم قاموا بهم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لمساعدة دول أخرى لمجابهة جائحة كورونا. المبادرة هذه اسمها أوروب تيم، مبادرة مكنت العديد من البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي باش يتمتعوا ويتحصلوا على إمكانيات كبيرة، مكنتهم من الحضور الميداني خاصة في الموجة الأولى من الكوفيد. تونس من بين أكثر الدول اللي تمتعت بالبرامج هذه واللي تمتعت بما قدمته ما قدمه الاتحاد الأوروبي باش يخصوا جزء كبير من البرامج متاعهم لقطاع الصحة، وخاصة توا وإحنا نجيبه في جائحة الكوفيد فما برنامج كامل عنوانه صحتي عزيزة، هو مش جديد ولكن باش نفهموا علاش البرنامج هذا مهم واحنا نحكيه على جائحة كوفيد. باش تفهموا أكثر تشوفوا الفيديو باش تتكلم وحدها، ولكن خليني نستقبل ضيفتي الدكتورة ليلى العربي دغري المنسقة العامة لبرنامج صحة عزيزة. مرحبا بك دكتورة. عايشك، مرحبا، شكرا على الاستضافة. يمكن الناس اللي تابعوا فيا وين عملت التقديم هذا ما فهموش برشا العلاقة ما بين البرامج والصحة والاتحاد الأوروبي والدول اللي هي تخدم على الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، كان لخصوه العمل هذا دكتورة؟ هو الاتحاد الأوروبي عنده برشا برامج في تونس، وأحنا نتسميه من أكثر الناس المحظوظين خاطر الاتحاد الأوروبي أعطانا أكثر قيمة بالنسبة للدول المجاورة والدول الأخرى. احنا اكثر دوله خذت اعتمادات من الاتحاد الاوروبي. هذا في البرنامج هذايا فما برامج صحه، برامج تعليم، برامج برشا انواع برامج يهموا برشا مجالات بما فيهم مجال الصحه. مجال الصحه عندنا برنامج صحه عزيزه اللي هو يمتد على 6 سنوات. عندنا سنتين للتحضير 2017، عندنا سنتين للتحضير، عندنا سنتين للاكزيكسيون، وعندنا سنتين للتدقيق. سنتين تاع ليكزيكسيون جاتنا فيهم الجائحه، ولذا نزاد التدعيم تاع الاتحاد الاوروبي باش نجموا نقاوموا الجائحه اللي جاتنا. احنا البرنامج الاول قيمته 20 مليون اورو يقابل 60 اكثر من 66 مليار تونسي، وزادونا 50 مليار اورو اللي هما يقابل اكثر شويه من 150 مليار تونسي. ولذا معناتها نشوفوا قيمه الهيبه اللي عطتها لنا الاتحاد الاوروبي. والبرنامج هذايا ينقسم على 3 برامج. الاولاني تجهيزات، الثاني العمل مع المجتمع المدني، والثالث اللي هو يعتمد على لا ميزا نيفو معناتها تنميه القدرات وعلى الفيزيبيليتي والكومونيكاسيون باش نجموا نبينوا شنو هو العمل اللي قاعده تقوم به الصحه، ونجموا عنا لي مويان باش نظهروا اش قاعدين نعملوا في الميدان. كنا نحكيو منذ قليل، قلت لي هنيه البرنامج والنابع من الواقع التونسي، معناتها مش حاجه جات وطبقناها على الواقع، مش الاتحاد الاوروبي عنده برنامج ويجي طبقه، قلت هذا نابع منا احنا، وهما الاخصائيين التوانسه والاطباء التوانسه والقدرات التوانسه هما اللي عملوا البرنامج واقترحوه على الاتحاد الاوروبي. الميزه نتاع البرنامج هذا ان الاتحاد الاوروبي عمره ما دخل في دقائق في الـ في الـ لي كونستيتيون دو بروغرام. معناتها الاتحاد الاوروبي ما جبرناش باش نعملوا حاجه، ما وجهناش، وما سامحوني بالعاميه ما حكمش فينا. عملنا اللي بالحق حشنا به في الصحه التونسيه، واللي البرنامج هذا طلع من اللوطه للفوق، معناتها من التيران من المحليات للجهوي للمركزي. وهذه حاجه جديده ما كانتش تتخدم قبل هكا، هذا من اول البرامج اللي شرك المستويات الكل
من الدقيقه الاولى. باش يفهمونا اكثر وذولي الصوره تعطي اكثر فكره على شنو نحكيو عليه دكتور ليلى عربي دغري. نشوفهم بعضنا التقرير هذا اللي حضروا لنا الاتحاد الاوروبي نشوفهم مع بعض. أزمة الكورونا فيقتنا بمشاكل على برشا مستويات والنقائص في المجتمعات المعاصرة متاعنا، أما حستنا زادة بقوة العلاقات بين الدول والقيم اللي تجمع الشركاء. الاتحاد الأوروبي قعد وفي للقيم الأساسية متاعه، خاصة قيم التعاون والتآزر في الوضع الصعيب، وما اكتفاش بالتعامل مع المشاكل الصحية والاقتصادية متاع بلدانه. بلدان الجوار زادا شاهدين على هذا وتواصلت حملة التضامن باش نقاوموا مع بعضنا آثار الجائحة. تونس بالذات كانت مبجلة على جميع الأصعدة ونظرتها للوضع تلاقات مع الاتحاد الأوروبي. فترة الأزمة الفعل هو الكل، هاوك علاش الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء قروا خطة المساعدة تيم يوروب الموجهة للبلدان المتضرة من الجائحة. الأرقام تبين بوضوح اللي تونس كانت في قلب الحملة هذه. الإعانة المالية شملت قروض للدولة التونسية بما قيمته 600 مليون يورو، أعلى مبلغ في بلدان الجوار، بالإضافة لهيبات يقارب مجموعها 500 مليون يورو مقسمة بين 2020 و2021 وتمس القطاعات الحيوية الكل اللي تهم الاتحاد الأوروبي بما فيها الصحة، التعليم، بحث المشاريع، الصحوة الاقتصادية، وزاد تثبيت الحوكمة في إطار القضاء واللامركزية. الاتحاد الأوروبي كانت ردة فعله سريعة وعاود وجه الموارد متاع برامجه القائمة باش يواجه الفيروس. الأفضلية بالطبيعة للصحة، وبرنامج الصحة عزيزة تحصل على تمويل إضافي بقيمة 70 مليون يورو باش يحسن في خدمات الطوارئ في السبيطار، يدخل الرقمنة والعيادة عن بعد، يقوم زادة بحملات تحسيسية وقائية للمواطن في الإعلام، ويحسن الاتصال بالمستوصفات والمكونات الصحية في الجهات. La contribution du projet Sahar Aziza dans la riposte contre le Covid en Tunisie peut se résumer en mon sens en quatre grandes actions. La première, c'est le renforcement du potentiel national dans la riposte en me mettant à la disposition de la Commission nationale. La deuxième chose, c'est le fait que nous avons travaillé depuis le mois d'octobre à renforcer les compétences des équipes de première ligne entendant centres de santé, hôpitaux de circonscription des urgences. Le troisième axe, c'est celui de contribuer à l'audit des hôpitaux pour voir leurs besoins spécifiques pour les combler. Et le quatrième axe, c'est celui de réviser les équipements qu'on avait prévus à l'avance pour pouvoir compenser un peu les insuffisances en matière d'équipement qui sont parées au cours de cette épidémie de Covid. أول ما بدأت الجائحة هذه اتصلت بي الملاصقة العامة لبرنامج الصحة عزيزة الدكتورة ليلى دغري وطلبت مني شنو من المجالات اللي نجموا تعاوننا فيهم، فقلنا لها إلى جانب الدعم التقني والميداني نستحق أن نحضر ومضات إشهارية تحسيسية للمواطن باش نتأقلموا أكثر مع الوضع الجديد اللي فرضوا علينا الفيروس هذا. كذلك بالنسبة للفترة الجاية ننتظر من الصحة عزيزة أنهم يكملوا يدعمونا في كل ما هو تثقيف صحي، خاصة كل ما يتعلق بنمط العيش الجديد اللي يلزمنا الكلنا نستأنسوا به ونتأقلموا معه. الصحة اليوم مسؤولية الجميع، والقدرات الخلاقة اتحرت فترة الكورونا. الهوب ديزاين نابل التابع لبرنامج كرياتيف تونيجيا ولا يصنع لي ماسك بتقنية الطباعة اون 3D، وشركة انوفا روبوتيكس استعملت لي روبو متاعها باش يعاونوا على احترام الحجر الصحي. الاتحاد الأوروبي يمن بالخبرات التونسية، خاصة الباحثين الشبان، ومكنهم أنهم يعاونوا
بدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زد، فريق الأستاذ مصطفى حمدي تمكن من تطوير أداة تقييم للصور بالأشعة عن طريق الذكاء الاصطناعي. عملنا بلاتفورم الأغلبية متاعكم سمعوا بها تستعمل الزيماج راديو الانتليجنس ارتيفيسيال بور ديتكتي لي تراس دي كوفيد، البرتينونس متاعها وصلت 92% اي افابل كو. عملنا بالتعاون مع لوبيتال مامي ونستعملوا فيها في الكلينيك بريفي، وعندنا زادة جماعة البرا يستعملوها فيها توا. لا بلاتفورم هذه تعملت في السنتر دينوفاسيون هذا في الانسات، سي ان سنتر كرييه ديبوي 5 ans وتوا ديبوي 10 ans لي سيبورتي با لا جي زد سو فورم دي زيكيبمون بور ايدي لي ستوديون ا متر ان بلاس لي بروجي. لي بروجي هادو ما مش كان مع الكوفيد اون فيت، فما دي بروجي مع دي انتربريز مع وزارات. لي بروجي نجحوا لدرجه انه جي زد حابه تدعم البروجي اللي تعمل مع وزاره النقل اي لا ميزون بلاس كونكريت نتاعو. تونس نجحت في مرحلة أولى على صد فيروس كورونا بالتوافق مع المواطنين، وهذا بفضل خدمة الأمنيين وتفانيهم. الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب قوات الأمن التونسية ومدهم تجهيزات وقائية في إطار برنامج سيتيمينا. برنامج سند زادة عاون على توزيع الإعانات على العائلات المحتاجة وقرب قوة الأمن أكثر من المواطن. الاتحاد الأوروبي رأى اللي علاقات القرب أحسن حل للمشاكل، أهوك عليه يخدم برشا على خطة اللامركزية في تونس. فترة الجيحة حتى على ذمة وزارة الشؤون المحلية مليون يورو باش تشري معدات وقائية ومعقمة للعمال البلدية. الحملة شملت 109 بلديات بالإضافة للي قاموا به الشركاء الدوليين الأخرين في تونس. ومواطنين في الخارج لقاو دعم زاد من الاتحاد باش يعاونوا جهاتهم ومواطنهم في البلاد. حتى كان نربحوا الحرب ضد الكورونا ما لازمش نسلموا في الاقتصاد، ولازم نقفوا مع أصحاب المشاريع. الاتحاد الأوروبي سارع بتخصيص 8 ملايين يورو لبرنامج إرادة باش يعاون المؤسسات المتضرة عن طريق مكاتب التنمية الجهوية. ميرسي كوربس تونس والوكالة الفرنسية للتنمية AFD عاونوا زاد 7 جمعيات كلوب انتربروندر اللي فيهم شباب يخدموا على التشغيل والتمكين الاقتصادي في جهتهم. وما ننساوش الحرفيات متاع القروان وقفصة اللي عاونتهم جمعية تمس باش يصنعوا دي ماسك لمنطقتهم، وحرفيات بالخير اللي نجموا يكملوا يخدموا بفضل الإعانات متاع برنامج صحتي والمعاينات الطبية عن بعد. عجبتني الخدمة هذه، عجبتني من غير ما نمشي للسبيطار ونتعب وكورونا ومرضك وشي ما كعار في الدار يجوني فيه. لا كنا فيها نعيش فيها احنا الحاجات هذه الوقت هذا، هلو كنتو بدينا نعيشوا فيه ومريضة نكلم الطبيبة تعطيني دواء ولا زرارق ولا تقول لهم جيبوها ولا يا ربي ولك الحمل. هذا احنا كنا كيكي قبل يمرض المريض يموت في الدار من غير دواء ما يلقاش باش، تو يجيني دواء الدار، تو ما نجمش نوصل انا السبيطار ولا ما نجم نوصل. المرأة التونسية عموما ما نساهاش الاتحاد الأوروبي في حملته ضد آثار الكورونا، خاصة مع زيادة العنف أيام الحجر الصحي. بفضل برنامج مساواة خط أخضر تحط على ذمتهم وحملات تحسيسية دارت في الإعلام. نذكروا زادة حملة ماكش وحدك بالتعاون مع إسبانيا اللي حطت خلايا استماع للنساء اللي يتعرضوا للعنف وخصت لهم حتى مركز إيواء. في وقت الأزمة تظهر كان القيم قوية ولا لا، وقيم الاتحاد الأوروبي صمدت قدام الجيحة. هما اللي كرسوا وعطاوا الدفع البرنامج تيم يوروب. حرية، ديمقراطية، مساواة، دولة مدنية، احترام حقوق الإنسان، التساوي بين المرأة والراجل،
احترام كرامة النفس البشرية. في أوروبا أما زاد لشركائها الكل. جعنيكم في البلاتو بعد ما شفنا التقرير هذا للاتحاد الأوروبي للتيم يوروب ما بين شركاء الاتحاد الأوروبي هي تونس. احنا باش نركزوا على برنامج صحة عزيزة ونعاود نرحب بك مرة أخرى دكتورة ليلى عربي دغري. كيفاش بدا ومنين تلقت فكرة صحة عزيزة؟ صحة عزيزة هو مش أول برنامج تعمل في الصحة مع الاتحاد الأوروبي. صاروا زوز برامج قبل، الأولاني عند التجهيز، عند وزارة التجهيز اللي بناولنا المراكز الوسيطة في الجهات الحدودية الغربية. من بعد أثوهم معناها اللي زون إيكيبي وحاولوا يعملوا برامج باش يعاونوا لي غراند ريفورم معناتها الإصلاحات الكبرى. ما مظهرش برشا مالغريتو. الأولاني قيمته 8 مليون أورو، الثاني 11 مليون أورو، الثالث اللي توا احنا فيه عطيناه اسم باش الناس الكل تتذكروا، خاطر الصحة عزيزة، كان توا باش نعاود نسميه عزيزة وغالية، خاطر ألا أنكو هي عزيزة وغالية على قلوبنا، ألا أنكو لا سانتي، عطيناه اسم باش الناس الكل تقعد تتذكروا. وباش الناس الكل تعرف اللي صحة بالحق عزيزة على الناس. وكي تبدا صحة عزيزة يلزمنا نحطوا كل ما يلزم باش المواطن يكون بيان بري ان شارج. وباش يتواصل البرنامج هذايا دكتورة باش يتطور شنو يعني باش يتواصل البرنامج هذايا افكتيفمون. هو البرنامج هذا يمتد على 13 ولاية غربية، توا باش يولي على 24 ولاية. ومن الاول شمن الخط الاول كهو تو شمن الخط الاول والثاني وفي كل ما هو استعجالي الاستعجاليات باش يوصل حتى للخط الثالث في الاستعجالي. على خاطر وجه الصحه هو الاستعجالي للمواطن واللي هو اكثر معناتها الاستعجالي اكثر عنده اكثر مشاكل في قطاع الصحه انتر اوتر. ولذا معناتها البرنامج هذايا قلنا باش يتعدى للخط الثاني والاول في ال 24 ولايه. الهدف نتاعو شنو هو البرنامج هذا؟ الهدف نتاعو هو التأهيل نتاع الخط الأول في ال 13 ولاية الأولى والأول والثاني في ال 24 ولاية. داكوغ. باش نخلطوا لشنو ما لي ريزولتا نتاعو؟ هو تحسين الخدمات في الصحة، تقريب الخدمات للمواطن، حوكمة جديدة، خاطر بخلاف أنه نجيبوا تجهيز وننميوا القدرات فما حاجات اخرى قاعدين نخدموا فيهم في الدراسات ما باش نحكي عليهم. والريزولتا الرابع اللي هو اللامركزيه. هذا برنامج اصلاح كامل هذا. هذا برنامج نجم نقولوا سي سون لي بريكي دو ريفورم. هذا هو معناتها القطاع الصحه ينتظر فيه معناتها. اي هذوما ركائز الاصلاحات، على خاطر الاصلاحات الكبرى ما يجيوش وحدهم في نهار، لازم يتحضروا. باش يتحضروا فما ان فولي تجهيزات، ان فولي تنميه قدرات، ان فولي انستيتيوشنيل معناتها فما دراسات باش يتعاملوا، على خاطر اذا ما عندكش الحجه والرقم ما يامنك حد، ما يفهمك حد مقابل. بوغ ايدي على ديسيزيون يلزمنا الحجه والرقم، الدراسات هذوما يحضروا ان شاء الله ابغتيغ دو مواد مي في شهر مي، وان شاء الله نرجع في حصه اخرى نحكي لكم على توت لي ريكومونداسيون وتو لي فغي معناتها لا فغي ريفورم اللي ان شاء الله بالاراده السياسيه بيان سور يكونوا موجودين من بعد راهو يتحقوا. دونك الارقام هذيا اللي انتم عندكم الارقام هذيا وبداوا يطلعوا معناتها بديت تتبلور لا ريفورم اون كومونس افوار لي ديبي دو لا ريفورم دكتوره؟ اون كومونس افوار لي بري ريكي. داكور. با لا ريفورم. نزل بكري شويه على لا ريفورم. على خاطر المسؤول السياسي اذا ما تعطيهش الرقم والحجه وما تعطيهش الدراسه كامله وما تعطيهش لي ريكومونداسيون معناتها التوصيات اللي باش يخرجوا من التيران ومن الدراسات هذوما ما ينجمش يعمل سا ريفورم. ولذا هذا الكل يحضر قبل ما نتكلموا على اون ريفورم. لا ريفورم سي لانونس. مي قبل لانونس عندنا برشا تحضيرات اللي احنا توا قاعدين نعملوا فيهم. اون بارتي بيان سور ماهمش توت لي ريفورم في وسط البرنامج هذا، مي اون كراند بارتي فيها الرقمنه، فيها معناتها لي فيتور نيغوسياسيون على الـ مع الـ الوزارات الاخرى، فما
نخير نخليهم نخليو وعدتني باش تكون ضيفتي وتوا تقدموا لنا هذه ما هو الا بدايه الانطلاقه وان شاء الله ان شاء الله لانه نعرفوا الوضع لقطاع الصحه في تونس ونعرفوا التشكيات ونعرفوا اللي للاسف الشديد من سنوات يعني قطاع الصحه يمر بازمه ويلزم هو يحتاج الى ثوره الحقيقه باش يتغير المنظومه الصحيه. اليوم بالارقام اعطينا بعض الارقام دكتوره وبعض المجالات اللي كان عنده فيهم تدخل توت ان بروغرام يعني البرنامج نتاعك عبر الاتحاد الاوروبي. باش نبدا بالفصل الاول ساعه باش نشوف الكوفيد احنا تو في جائحه الكوفيد شنو عمل البرنامج هذا مع الكوفيد؟ اول حاجه حط على ذمه اللجنه العلميه الخبراء نتاعو. في الجهات فما خبراء مع نتاع البرنامج اللي هم على ذمه الجهات الكل اللي نخدموا فيهم 13 جهه. ثاني حاجه عملنا ومضات معناتها تحسيسيه في الاذاعه الوطنيه. عملنا زادا تو سكي فورماسيون معناتها لافاج دي ما والبروموسيون معناتها نتاع لافاج دي ما كو سوا ان ميليو كومينوتير معناتها في للعامه. وعملنا زادا لكل ما هو للسلك الطبي والشبه الطبي وللعمله. شنو اخر عملنا في هذا بخلاف الكوفيد معناتها في علاقه بالكوفيد بخلاف الكوفيد عملنا مثلا اون ايو 14 سيكل دو فورماسيون يبدا من العامل من الصنف العامل حتى للاطباء معناتها الصنف الاداري والطبي والشبه الطبي كل واحد الى يو سي فورماسيون. من جمله الحاجات في الاداره مثلا عملنا سكون ابل دي كونسنتراسيون معناتها توت لي بروسيدور اللي كانوا يتعاملوا او نيفو سنترال هبطوا لكلهم او نيفو ريجيونال نحضروا في المركزيه باسكو ما نجموش نتكلموا في نهار على المركزيه. المركزيه صعيبه وتحط برشا وقت بالاخص اللي احنا خارجين من ان سيستيم اللي هو ايبر سنتراليزي دونك صعيب باش في ليلة ونهار تعطي المسؤولية للجهات. العباد يلزمها تستانس ببعضها، العباد يلزمها تستانس باللي بروسيدور جدد، يلزمك تعدي لي بروسيدور من 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 مركزي الجهوي المحلي، فهمت؟ العباد تتعلم تخمم لروايحها، هذا الكل فيه تدريب، والتدريب هذا توا قاعدين نعملوا فيه، وإن شاء الله على فان دو سو بروغرام نخرجوا دي زيبوش دو تكست كي سورون معناتها ماهمش ديفينيتيف يقعدوا شي عامين ثلاثة أربعة اللي هو باش نجموا نتكلموا على أن ديبيو دو ديسنتراليزاسيون باغ لا ديكونسنتراسيون. إن شاء الله التيران يتكلم والمواطن يتكلم علي باش يخرج من نتائج من صحة عزيزة ومن صحتي وإن شاء الله نرجع لكم في حصة أخرى باش نعطيكم تو لي ديتاي نتاع البرنامج هذا وسيرتو التوصيات نتاعو اللي راوهم يتحققوا في الاصلاحات الكبرى. شكرا لك دكتوره ليلى العربي دغري منسقه العمل برنامج صحه عزيزه وغاليه كما قلت انت ولكن هو البرنامج اسمه صحه عزيزه. شكرا على العمل اللي تقوم به ان ترافاي دو معناتها دو لونغ لين صحيح ولكن سان ترافاي دو تيران مع يعني اطباء توانسه اخصائيين توانسه خبراء توانسه بتعاون طبعا مع الاتحاد الاوروبي اللي هو واقف برشا معناتها في الجائحه هذه مع تونس ومع برشا دول ويلزم اليوم الناس كل مع بعضهم معناتها تكاتف كل الجهود. شكرا دكتوره عايشك ميرسي عايشك لمريم ميرسي.